سالي، تعد الهجرة النبوية بداية تاريخ جديد للمسلمين وبداية عهد جديد، فقد نقلت حادثة الهجرة النبوية الدولة الإسلامية من زمن الاضطهاد والمعاناة في مكة إلى زمن السيطرة والسيادة، فعززت ثقة المسلمين بأنفسهم ومنحتهم دفعة معنوية تجسدت بالاستقبال العظيم الذي قام به الأنصار في المدينة لجموع المسلمين المهاجرة بدينها، فكان حادثة الهجرة. نعم زينب، وأيضا اتخذ المسلمون من يوم الهجرة عيدا سنويا وبداية لسنة هجرية جديدة، فجعلوا الهجرة النبوية تقويما إسلاميا على مر العصور مشابها للتقويم الميلادي القائم على ميلاد السيد المسيح عليه السلام. للحديث أكثر عن الهجرة النبوية معنا اليوم ضيفنا السيد أحمد سامر القباني، عضو المجلس الفقهي العلمي في وزارة الأوقاف ونائب المشرف على مجمع الفتح الإسلامي. سعد صباحك، كل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا ويسعد صباحكم، إن شاء الله كل عام وأنتم والوطن وقائد الوطن وشعبنا كله سوريا بخير وصحة وعافية إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك. يعني يوم مناسبة جميلة بيعيشها كل المسلمين بكل الدول. خبرنا اليوم عن السنة الهجرية، عن رأس السنة الهجرية، العمل فيها، الحكمة من أنه جعل شهر محرم هو أولا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وعلى جميع أنبياء ورسل الله. بداية الأمر كان يعرض على الخليفة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن فلانا توفي في رجب وتوفي في شعبان وورثه ورثته فلان من الناس طلق في كذا، فلان من الناس سافر في كذا، فكان يسألهم أي رجب هذا؟ لعامنا هذا أم لعام منصرم؟ فيقولون بل لعام منصرم، فقال أي عام منصرم؟ الذي سبق أو الذي قبله؟ فقال سيدنا عمر لما وجد أنه، لأنه سيدنا عمر كما تعلمون ابن الخطاب هو أول من دون الدواوين في الدولة الإسلامية، نعم، هو الذي وضع موضوع الدواوين، فقال لا بد من أن نعتمد تاريخا بالنسبة لنا يكون موثقا لهذه الأشياء التي تمر. وفعلا استشار من حوله من الصحابة الكرام، فبعضهم أشار عليه ببعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أشار عليه بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه اختار الهجرة، وبعضهم أشار عليه بوفاة رسول الله، فقال كلما كتبنا تاريخا ذكرنا رسول الله وبكى سيدنا عمر، انه كل ما بدنا نكتب شغل بدنا نذكر وفاة سيدنا النبي، فبكى فأرخ بهجرته. طيب البعض بيقول طيب الهجرة تبعه ما كانت بمحرم، كانت بربيع. البدء للإعداد للهجرة كان في شهر محرم، عندما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بأن هناك هجرة، وسيدنا أبو بكر فهم هذا التلميح وبدأ بإعداد الراحلة، وأشار إلى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أن أمامه مهمة أخرى، فبدأ الأمر بالتجهيز من ها هنا من شهر محرم بدأ الهجرة. فإذا أول من أرخ بالهجرة هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، واختار محرم لأنه بداية العزم على الهجرة. نعم، معاني سامية خلينا نقول بتتجلى بالانتقال من سنة لسنة، وخاصة السنة الهجرية. تحت الهواء كنا عم نقول إمتى بدنا نخلص من شغلات كثيرة محيطة فينا، سواء كانت ظروف معينة خلت العالم شوي تبعد عن ربه، يعني ما عادت متقربة من الله، خلتهم هيك يعني لظروف معينة عم نمر فيها، ولكن هنا منشوف نختبر الإيمان ومنشوف قديش الصبر والإيمان وحكمة رب العالمين. في دعاء معين يمكن احنا منقوله برأس السنة الهجرية، خلينا نحكي عنه. الزمان هو جزء من حياة الإنسان، نعم، من عهد سيدنا آدم حتى الآن البشرية، البعض علماء تعرفوا أنتم كمان الجيولوجيا اللي هن مهتمين بالأمور، صحيح، بيرجعون عمر البشرية إلى
مليارات السنين. لكن نحن على حسب ما جاءنا من الشرائع السماوية يعني يقوم بعشرات آلاف السنين عمر الإنسانية من عهد سيدنا آدم حتى الآن. نعم. الزمن جزء من حياة الإنسان، إما أن يسخره في قضاء حوائجه. نعم. وخدمة أسرته ومن حوله وخدمة وطنه وبلاده، وإما بصراحة أن يستثمره في خدماته الشخصية فقط دون النظر إلى مصالح من حوله من الناس. بالإضافة إلى أن أزمتنا اليوم كما كنا نقول تحت الهواء هي أزمة أخلاق. نعم. الإنسان عندما ينقضي عام من عمره ويأتي عام جديد يقوم بتقييم هذا العام الذي سبق. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالحقيقة الإنسان مطلوب منه التغيير ليحسن يغير المجتمع. لحنا إن شاء الله دائما مع كل مناسبة، يعني عنا مناسبات دينية كثيرة في كل الشرائع السماوية، فعنا ميلاد سيدنا المسيح وعنا الفصح وفي عنا كمان عيد الفطر وعيد الأضحى وعنا شهر رمضان وعنا عشر ذي الحجة وعنا كمان بداية العام الهجري الجديد. دائما هو فرصة للإنسان لحتى يضع ما كان من الماضي سيئا عندما يقيم نفسه ويبدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. نعم. إبرام الصلح مع الله، هنا قال عليه الصلاة والسلام: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فإذا معاني الهجرة ليست فقط في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هي موجودة في كل زمان ومكان. نحن منقول إن شاء الله لأنه ديننا دين البشارة والشرائع السماوية إجت من شان سعادة البشر، ولأنه ديننا ولأنه شرائعنا السماوية جاءت من أجل أن تفرح قلوبنا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. منقول نحن متفائلين ونحن مستبشرون دائما إن شاء الله تعالى بخير كبير. المهم أن نتغير في أنفسنا، لكن التغيير قادم بإذن الله، والبشارة للسوريين قادمة وإن شاء الله بوادرها رح نشوفها قريبا بإذن الله تعالى. وهذا حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. يصطفي. والله عز وجل هو الذي وعدنا أن هذا الظلم لن يدوم. من الهجرة نتعلم درسا هاما، عندما تتعطل أسباب الأرض تتدخل السماء، يتدخل رب السماء سبحانه وتعالى. عندما رسول الله هاجر من المدينة، من مكة إلى المدينة، في طريقه بقي في غار ثور 3 أيام، جاءت العنكبوت فنسجت على باب على فم الغار، وجاءت الحمامة فباضت بيوضها على باب الغار. لما تبعه المشركون: ليس من المعقول أن يكون دخل إلى هذا الغار أحد، فخيوط العنكبوت موجودة. والحمام لا يبيض على موضع يكون موطئا للأقدام، فأكيد لم يدخل أحد إلى الغار. ولذلك قال سيدنا أبو بكر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. شو يعني تحت قدمه؟ الغار يختلف عن المغارة. المغارة تكون في عرض الجبل، بتكون هيك بعرض الجبل، لكن الغار يكون من فوق إلى تحت. فهنين كانوا تحت أقدامهم، لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، الآية الكريمة: إن الله معنا. هنا تأتي الإشارة: إلا تنصروه فقد نصره الله. صح. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. نعم. وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. هو هذا الموضوع ليس حصرا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا نوح بنى السفينة وترك قومه لما أصروا على عبادة الأصنام حجارة لا تضر ولا تنفع، وأهملوا عقولهم وأصروا على البقاء على الجهل،
وعلى الظلمات وعلى عبادة الأصنام، بنى السفينة وتركهم. سيدنا إبراهيم قال لما عجز عن إقناع قومه قال لهم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. جاءت العطاءات بعد أن اعتزلهم. سيدنا موسى قال له ربنا عز وجل: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. وكذلك سيدنا عيسى لما أصر عليه اليهود في ذلك الوقت ترك بلدته وذهب إلى عدة بلاد يدعو إلى الله. موضوع الهجرة، كل الأنبياء صحيح هاجروا فرارا بدينهم. لماذا؟ الدين دائما فيه تصحيح للعقيدة، فيه تصحيح للمفاهيم، لا يرضى الدين بالجهل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم أول كلمة نزلت في ديننا اقرأ. والدين لا يرضى بالظلم ولا يرضى بسوء الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الدين فيه يسر ولا يريد التشديد على العباد، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الدين حب لا يرضى الكراهية، يحبهم ويحبونه. وسيدنا المسيح عليه السلام هو رسول الحب ورسول السلام. الدين هو رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لا يرضى بالظلم فيما بين الناس. طيب، من يريد أن يحكم هؤلاء الناس بهذه الأشياء لن يتوافق مع رسالة الرسل عليهم الصلاة صحيح. والسلام. لذلك سيضطرون إلى الهجرة، وهذا ما حصل مع سيدنا رسول الله. قتلوا والد سيدنا عمار بن ياسر، سيدنا ياسر قتلوا أمه سمية تحت التعذيب. سيدنا بلال الحبشي كان يعذب في حر الرمضاء، توضع عليه الصخرة العظيمة في الحر الشمس وليس في الظل، وهو صابر يقول: أحد أحد، يريدونه أن يعود إلى عبادة الأصنام وعبادة الحجارة. الحقيقة عانى رسول الله كثيرا في مكة المكرمة كما أشرتم في التقرير قبل قليل، وكما أشرتم في بداية اللقاء عانى، وانتقل إلى المدينة المنورة ليؤسس هذه الدولة الجديدة القائمة على العدل والإنصاف والأخلاق والرحمة والحب. يعني اليوم خلينا نحكي عن الدروس اللي ممكن نستفيد عنها أو نسقطها بكل زمان على زماننا. اليوم قدي كان في الوقت بزمن الهجرة هي الإرادة لتصحيح لفعلا استمرار مثل ما بيقولوا الحق ليحكم المسلمين. اليوم نحن بهذا الوضع وهي الظروف اللي عم نعيشها، كيف فينا نحيي زمن الهجرة النبوية والدروس اللي كانت موجودة فيها ونسقطها على هذا الوقت اللي نحن فيه؟ عنا شباب ضائع، مكتئب أحيانا، غير صبور مثلا. فعلا في أحيانا بتلاقي شباب عم يبدع وعم يشتغل، والقسم الثاني بتلاقي شباب مكتئب ضائع. خبرنا اليوم كيف فينا نعطي درس من الهجرة النبوية. لما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة استقبله الجواري، ومعنى الجواري هي البنت الصغيرة في السن في بداية مرحلة يعني لحاقها بالنساء، يعني عمرهم 10 سنين 9 سنين 11 سنين، يضربنا بالدفوف. وتعلمنا الأنشودة الشهيرة: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. استقبلوه بالفرح. ورسول الله كان في عيد، فدخل أبو بكر على بيته الشريف فوجد أيضا فتيات يضربن بالدف، فقال: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله؟ سيدنا أبو بكر قال: يا أبا بكر دعهم، إن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا. الفرح جزء من هذا الدين، والاستبشار والتفاؤل جزء من الدين. المتشائم عم يعمل عكس الدين، والإنسان الذي دائما سلبي تجاه نفسه تجاه أسرته عم يعمل طاقة سلبية بالمجتمع تجاه الآخرين، كمان هذا ضد الدين، يعني الدين لا يؤيده. لذلك إذا نظرنا إلى القرآن الكريم كان دائما يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا يحزنك قولهم، لا تزعل، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. صحيح.
ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. لا تزعل يا محمد، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا تزعل، فلعلك باخع نفسك على آثارهم، باخع قاتل نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إذا ما أمنوا شو بتقتل نفسك؟ اتركهم، شو بدك فيهم؟ خليك أنت دائما تعتقد حسن الظن بالله والتفاؤل. وما وصف به الصحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه الفأل الحسن، وهو كل صباح وكل مساء الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله فيقول كل يوم مرتين صبح ومساء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الهم والحزن قتال لصاحبه، سلبية لا تبني أوطان ولا تبني الإنسان. صحيح. لذلك نحن مع بداية عام هجري جديد متفائلون. متفائلون بماذا؟ عندما من دروس الهجرة عم تسألينا: إلا تنصروه فقد نصره الله. قديش صار حصار غاشم على سوريا، قديش حاولوا النيل من عزيمة سوريا. سوريا من الساعات الأولى لو وافقت على ما يريده أعداء العرب وأعداء المسلمين وأعداء الإنسانية من الصهاينة المجرمين كان انتهى الموضوع من أول يوم. صحيح. قديش عانت، صبرنا كتير 10 سنين. هلأ لحنا بيقولوا عبد الكوساي بالمراحل الأخيرة، هو الصبر صبر ساعة. طيب كيف يعني؟ ما في أسباب حولنا، ليش أنتم متعلقين بالأسباب كتير؟ لحنا عملنا اللي علينا، بس لحنا ربنا قال ولله عاقبة الأمور، مو لحنا اللي منقرر النهايات. عاقبة الأمور دائما من عند الله بتجي. صحيح. يعني سؤال: الحرب العالمية الأولى كان للعرب يد فيها؟ طيب إمتى كانت الحرب العالمية الأولى؟ إبان الاستعمار الفرنسي والبريطاني والبرتغالي والهولندي لأصقاع الوطن العربي كاملا. الحرب العالمية الأولى 37 مليون قتيل، ما له عرب اليد فيها. طيب الحرب العالمية الثانية 67 مليون قتيل، ما لنا يد فيها. لما اشتد الأمر والكرب على الدول العربية والإسلامية، الله عز وجل أرسل من السماء جنودا وعلقهم ببعضهم. لحنا هلا ما بنعرف، الان احنا في تجاذب قوى عالميه كبيره على الساحه اليوم، لحنا ما لنا طرف فيها بصراحه، لانه لحنا بسمونا نعم. النقطه الاضعف. نعم. فلحنا شلون بده يجي الفرج؟ ما بنعرف. لكن لحنا خلي يقيننا بالله قوي ان شاء الله، وناخذ من دروس الهجره: الا تنصروه فقد نصره الله. وإن شاء الله إحنا منتصرين إن شاء الله. يعني مع هالكلمات يمكن ومع هالطاقة الإيجابية في هذا اليوم المميز بدنا نتشكرك. وأكيد نحن ما بنعرف إمتى بيجي الفرج، ولكن نحن بنعرف أنه ربنا أكيد رح يبعثه من عنده، ولكن بشوية إيمان وصبر. شكرا لوجودك معنا، نورت صباحنا. الله يسلمكم، الشكر لكم ولهذه القناة. نعم. كل عام وانت بخير مرة ثانية، وان شاء الله فعلا مثل ما قلت يكون يوم رأس السنة الهجرية يوم مبشر بالخير والتفاؤل والفرج لكل السوريين لبلدنا الحبيب. وشكرا للكلمات الإيجابية اللي عطيتنا اياها، شكرا لوجودك. الله يسلمكم، شكرا لكم وللإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. أنا بس بدي أقول شغلة، إنه إحنا كتير اليوم من أبنائنا يجهلون التقويم الهجري اللي هو معتمد عندنا كتقويم أساسي في نعم. في الدولة، بالإضافة إلى التقويم الميلادي. يا ريت اليوم نأكد على أولادنا، ولو لحنا فرحانين اليوم بعام هجري جديد ولو بعيدية، نعطيهم تاريخ، نعطيهم اليوم شغلة يحفظوها بأذهانهم. صحيح. لحنا اليوم مشان نربطهم لحنا بهذا التاريخ العظيم يلي هن جزء منه. صحيح. شكرا لك كثير. الله يسلمك. أهلا وسهلا فيك.